قانون الانتخابات دستورية فيها صيغة فقط فقط لا، ولكن القضاء الإداري يكفلها في الانتخابات المحلية، أعطاها القضاء الإداري. القضاء الإداري دستور 2020 سواء على مستوى رئاسة الجمهورية أو المجالس المحلية، هذا الحق وهذا ينص عليه قانون الانتخابات، وذلك هو حق وواجب. أيضا بالنسبة لي إن صح القول، وضعت المحكمة الدستورية منذ تنصيبها سياسة اتصالية قائمة على الانفتاح على المواطن والمجتمع المدني والمحيط المؤسسات من أجل نشر وتوسيع الثقافة الدستورية والقانونية في أوساط المجتمع بجميع فعالياته. ولعل تنظيم هذه الورشات التكوينية لفائدة أسرة الإعلام لخير دليل على مساعينا النبيلة الرامية إلى تعزيز مقومات العمل التشاركي والتكاملي وتقريب العدالة الدستورية من المواطن وتمكينه من استيعاب مفاهيمها ومهامها الأساسية في ضمان احترام الدستور وحماية الحقوق والحريات الأساسية. نظراً لأهمية الحدث الكبير الذي ستقدم عليه بلادنا والمتمثل في الانتخابات الرئاسية المقررة يوم 7 سبتمبر 2024، إن هذه المبادرة تثمنها وزارة الاتصال عالياً، فهي تنسجم تماماً مع مواد القانون العضوي للإعلام الصادر شهر أوت 2023 الذي يقضي بإلزامية التكوين لفائدة الإعلاميين. وتسير هذه المبادرة أيضا في ذات الاتجاه الذي عملت عليه وزارة الاتصال منذ صدور مختلف القوانين المنظمة للقطاع، حيث تم تنظيم العديد من اللقاءات والدورات التكوينية والمحاضرات المتخصصة لفائدة الإعلاميين، استفاد منها نحو 700 صحفي من القطاع العام والخاص.